افتتح وزيرا الأوقاف والآثار ومحافظ القاهرة مسجد الإمام الشافعي بعد انتهاء أعمال ترميمه وصيانته بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه. وتفقد المسؤولون أعمال ترميم ورفع كفاءة قبة المسجد بتكلفة تقدر بحوالي 20 مليون جنيه. كما تعتني الدولة ببناء المساجد في المجتمعات العمرانية الجديدة، يأتي تأكيد عملي بالعناية بالمساجد الأثرية والتاريخية، لا سيما مساجد العلماء ومساجد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتتاح مسجد الإمام الشافعي بعد صيانته وترميمه بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والآثار ومحافظة القاهرة بتكلفة تقريبا تقدر بنحو 13 مليون جنيه. قامت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الآثار وأيضا مع محافظة القاهرة بإعادة الترميم والصيانة على هذا المستوى. أي دولة في العالم فيها مسجد ربع هذا المسجد تجعل منه أيقونة، يعني معلم للسياحة الدينية والتاريخية والأثرية، إضافة إلى المكانة الدينية للمسجد في نفوس الناس. المسجد ده تم بناؤه على عدة مراحل من العصر الأيوبي والعصر المملوكي، كانت حالته الإنشائية مهددة جدا مما اضطرنا لغلق المسجد لفترة طويلة. فإحنا تحركنا مع معالي وزير الأوقاف وتم الحمد لله الانتهاء من المرحلة الأولى اللي هو النهاردة بنفتتحها، وهو إقامة الشعائر داخل المسجد العريق والأثري والقيمة الكبيرة اللي موجودة عند مصر. من ليس له تاريخ ليس له حاضر، ومن هنا كان لابد أن تتجه الدولة لتطوير في التاريخ خاصة في المساجد الأثرية، ومن هذا المسجد الذي تشرفنا فيه اليوم. مسجد الإمام الشافعي يعد أحد المساجد التي تمتاز بالزخارف المعمارية الفريدة، فكان الإتقان من الشركة المنفذة لمشروع الترميم للإبقاء على جودة الأثر دون ما تغيير في الملامح الرئيسة التي بني عليها. الجامع كان مر عليه كذا عصر واتدهنت بالكامل، طبعا احنا شلنا كل الدهانات القديمه ورجعنا الوضع الاصلي ورممنا كل الشروخ وعملنا جميع الدهانات. ابتدينا نذاكر كويس، لان انت بتتكلم في اثر ده مش زي اي منشأ بتدخل تتعامل معاه، لا طبعا لازم تذاكره، لازم تراجع الحقبة الزمنيه بتاعته اللي انشأ فيها عشان قصه الترميم هي ارجاع شيء لاصله. انطلاقة للدولة في عمارة المساجد بيد تبني الجديد، وللقديم نصيب بالإحلال والتجديد. بالتوازي مع بناء المساجد في المدن القديمة والحديثة، تولي الدولة المصرية اهتماما خاصا بالمساجد الأثرية والتاريخية وإعادة تأهيلها مرة أخرى كمسجد الإمام الشافعي من منطلق الرؤية الشاملة في البناء والتعمير. من أمام مسجد الإمام الشافعي، وليد هيكل، التلفزيون المصري.